قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين. الرفع والنصب والجر نصره كألف بنا فإننا من المنح وألف الله لما أغب وغيره كقام معلم. نا من بين الضمائر تصلح في موضع رفع وفي موضع نصر وفي موضع جر. تقول كتابنا مفيد، فنا موضعها جر، مر بنا موضعها جر، إننا موضعها نصر، أكرمنا موضعها نصر، حضرنا موضعها رفع، كالف بنا جر، فإننا نصر، نلنا رفع، وألف والواو والنون لما غاب وغيره. ليش؟ والواو والنون تكون للغائب وللمخاطب، المقصود بغيره هنا المخاطب للمتكلم ولا تكون له. فتقول الزيداني جاء غائبان، الزيداني يجيئان مضارع وماضي، وتقول جيء وتجيئان، وتقول الزيدون كتبوا أو يكتبون، الصيغتان للغائبين، وتقول يا زيدون اكتبوا أو تكتبون، وتقول الهندات يكتبنا أو كتبنا، وتقول يا هندات اكتبنا أو تكتبنا. فهذا ما نقوله وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم. اعترض عليه أنها لا تكون للمتكلم، وهو طغى وغيره يدخل فيه المتكلم والمخاطب، وهي لا تكون للمتكلم. قالوا لا حجة عليه في هذا، لا اعتراض عليه، لأن مثال ابن مالك جزء من قاعدته ومثل الغيبة والخطاب. قال كقام مثال الغيبة وعلم مثال المخاطب. قال من ضمائر الرفع ما يكون منفصلا، ومن ضمائر ما يستتر، من ضمائر الرفع ما يكون استتاره واجبا. ضمير الرفع أول لا يستتر من الضمائر إلا ضمير الرفع. ضمير النصب إذا لم يجد نقول محذوف، كقوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا نقول حذف لأنه فضل، مر بالذي مررت نقول به محذوف لأنه فضل. ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل، ضمير أمر المخاطب المذكر استتاره واجب. قم، لو قلت قم أنت، أنت شيء آخر، أنت ليس هو الضمير. لكان مفرد، لكان مفرد المخاطب، لكان مفرد. تقول قم، لو قال لو قلت قم أنت نقول أنت شيء آخر، أنت توكيد للمستكين. ما الدليل على ذلك؟ أن قولك قم كلام مفيد، والكلام في غياب الفاعل لا يفيده، معنى هذا أن الفاعل موجود. واضح؟ واضح؟ شيخ مين أسكن أنت؟ ها؟ أسكن أنت توكيد، أنت توكيد. كيف فعل؟ أوافق المضارع المسند للمتكلم المفرد كذلك المتكلم يكون استتاره واجبا، نحو أقوم وأقوم، وكذلك المضارع المسند للمتكلم كنقوم. تغتبط المضارع المسند للمخاطب المذكر استتاره ضميري فاعلي الضمير واجب. ومن ذكائه ابن مالك قال ومن ضمير الرفع لم يستقصي الضمائر الواجبة للستار، منها أيضا فاعل اسم الفعل، اسم الفعل المضارع كأف وواء ووي، واسم الفعل اسم فعل الأمر نحو كتابي فصح، ومنه فاعل خلا وعدا وحشاء إن نصبت بها فصارت أفعالا، فاعلها واجب للستار. ومنها فاعل أفعل في التعجب نحو ما أكرم زيدا، ومنها فاعل أفعل التفضيل نحو زيد أكرم من عمرو. وذلك ولأنه لم يستقصي قال ومن ضمير الرفع، ذكر أبرزها وأكثرها. هذا مثال. أما الضمائر الجائزة للستار فهي الضمير العائد على المفردة الغائبة كزيد يقوم، والعائد على المفردة الغائبة كهند تقوم، وبالجملة الضمير الذي يخلفه الظاهر يكون استتاره جائزا. تقصد أن تقول هند تقوم خالتها، وزيد يقوم خاله. وكذلك من الضمائر الجائزة للستار وهي ثلاثة حصرا، الضمائر الجائزة للستار ضمير الفاعل الوصفي نحو زيد قائم، أي هو، لأن الغائب يخلفه، تستطيع أن تقول زيد قائم أبوه. الضمير المستكن في قائم برز في قولك أبوه. واضح؟ أنا قوله ومن ضمير الرفع ما يستتر من أستهل بسم زيد قائم أبوه، لم يعد مستترا، أبوه مرفوع بقائم. والعامل في العربية لا يرفع شيئين، عندما تقول رفع أبوه مرفوع بقائم لا تقدر أن فيها ضميرا،
لو قلت زيد حسن الوجه حسن لا تتحمل الضمير لأنها رفع الظاهرة، بخلاف ما لو قلت زيد حسن حسن تتحمل الضمير تقديره هو، عرفت؟ والعامل لا يعمل في شيء لا يعمل لا يعمل لا في اللغة العربية عامل والرفع لا يرفع شيئا، عامل الجر لا يجر شيئا، عامل النصب ينصب دون حدود. قال رحمه الله وذو ارتفاع وانفصال، واضح عندكم هذا البيت، وذو ارتفاع وانفصال انا هو وانت والبروء ضمائر الرفع المنفصله 12 اثنان للتكلم انا ونحن لا يقع تقع الا في محل رفع، تقع مبتدات وتقع فاعل في صيغ الحصر، تقول ما قام الا انا ولكن لا تقول قام انا لانه عند ان كان الاتصال لا يتابع الانفصال، انا ونحن للتكلم، انت انت انتما انتما انتن للخطاب، وهو وهي وهما وهن للغيبه، هذا ما قوله والفروع لا تشتد العقاب، والانتصاب بانفصال جعل اياي، والتفريع ليس مشكلة، ضمائر النصب المنفصلة هي اياي ونحوها اياي، والراجح ان عند الكوفي ان اياي كلها ضمير، وقال بعضهم اياي اياه هي الضمير، والياء حرف تكلم، واياك اياه الضمير، والكاف حرف خطاب، واياه اياه الضمير، والهاء حرف غيبة. قالوا ما الذي حملهم على هذا؟ خشوا أن يقدروها ضمائر، الضمير لا يضا الضمير الضمير لا يضا لا الضمير الضمير لا يضاف، إياه إذا كان ضميرا وكان الكاف ضميرا الضمير لا يضاف، يضاف إليه ولا يضاف. أنا أقول إياك فيها لغات يقال فيها إياك، هذا ما ذكر فيها إياك، نعم ما ذكر فيها كلها ضمير، إياك كلها هذا أحسن وأسهل، إياك بها لغات يقال فيها إياك وإياك بالتخفيف، وهياك وهياك بالتخفيف، وأياك وأياك بالتخفيف، وهياك بالتخفيف، وهياك بالتشديد لا توجد، نظمها بعضهم قال ويا إياك خففا أو شددي أو ابدلا همزتها هن ترشدي، واكسرهما معا أو افتحا ودع فتحتها مع شد يائها تطع، فحاصل اللغات فيها سبع بكلها قرئ قال الهمع. أنا قولي والانتصاب في انفصال جعل إياي، والتبريع ليس جملة الضمائر في لغة العربية 60 منها 12 ضمير رفع متصلا، واثنا عشر ضمير رفع منفصلا، واثنا عشر ضمير نصب متصل، واثنا عشر ضمير نصب منفصل، واثنا عشر ضمير جر ولا يكون الا متصلا. امثلتها 60 5 ضرب 62 تقول في امثلتها كما يلي، كتبت هي موزعه بالتساوي اثنان للتكلم او بغير التساوي، اثنان للتكلم وخمسه للخطاب وخمسه للغيبه في كل حاله، فتقول في الرفع المتصل كتبت كتبنا، كتبت 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 ما كتبت كتبتنا، فغيب زيد كتب اي هو، وهند كتبت هي، وزيدان كتبا الألف، وكتبوا وكتبنا، هذا ضمير الرفع المتصل، ضمير الرفع المنفصل ذكرناه قبل قليل، نحن وأنا وأنت وأنت وأنتما وأنتمنا هو وهي وهما وهما وهن، ضمير النصب النصب المتصل اثنان للتكلم أكرمني أو إني لا فرق، وأكرمنا أو إنا لا فرق، اثنان للتكلم وخمسة خطاب، أكرمك أكرمك أكرمكما أكرمكم أكرمكن، غيب أكرمه أكرمها أكرمهما أكرمهم أكرمهن، ضمائر النصب المنفصلة ضمائر النصب المنفصلة 12 إياي وفروعها، وبنفس التوزيع إياي للتكلم وإياي للتكلم، والخطاب خمسة إياك إياك إياكما إياكم إياكن، وخمسة غيب إياه إياها إياهما إياهم إياهن، فالجملة 60 بقيت عليها 4 الجر، بارك الله فيك نسيت الجر، لا يكون إلا متصل، تقول كتابي أو مر بي تكلم، كتابنا أو مر بنا، وكتابك أو مر بك، بك بكما بكم بكنا به بها بهما بهم بهن، بقي عليه 4 بقي عليه يا المخاطبة، عندما تحدث عن ضمائر النصب المتصل الرفع المتصلة عبر عن المخاطبة بقوله كتبت، بقيت عليه تكتبين الياء، تكتبين ضمير رفع متصل، واضح؟ بقي عليه عندما تحدث عن هذا مو زي الاول ليس بذا، هي
اكتبي اكتبي لم اكلها لم اذكرها هذاك ضمير مثله قلت كتبت. بقي عليه الضمير المستكن في اكتبه عندما تحدث عن المتكلم بضمائر الرفع المتصله قال كتبت بقي عليه اكتب في الضمير المستكن تقديره انا بقي عليه نكتب تكلم تحدث عن الضمير المتصل مع المتكلمين قال كتبنا بقي عليه المستكن في قولك اكتب نكتب بقي عليه المستكن في قولك تكتب الجمله اربعه صارت جمله الضمائر استقصاء اربعه وستين ضمير واضح؟ اربعه استدركت عليه نوع اخر يكون تكون ضمائر الرفع المتصلة 16 ضميرا من 12 ذكرت مع المجموع و14 أربعة صدقت عليه أنا قوله وذو ارتفاع وانتصاب بانفصال جعل إياي والتبريع ليس مشكلة